جائزة زايد التراثية في هذا المساء لسن الثنايا. تابعنا وياكم شوط الخنجر المفتوح للبكار، وذهب الشوط الأول مع خيرة للسيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مع الخنجر إلى أهالي مدينة العين، وخنجر الجعادين مع إيراني إلى أهالي سلطنة عمان وإلى بلادي أبو حسن علان ومع علي بن سعيد الزرعي. وها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من البكار الثنايا المحليات الأصايل. مباشرة نسير بكم إلى مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المركز الأول، السايح للسيد بيات بن حمد بن علي بسم المنصوري، وفي المركز الثاني الجليل لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وفي المركز الثالث سلهودة للسيد أحمد بن راشد بن غانم المنصوري، وفي المركز الرابع المركز الرابع الجزيرة للسيد حمد بن سعيد بن محمد اليربوعي المري، وفي المركز الخامس حدث للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي، وفي المركز السادس البترول للسيد محمد بن سعيد بن أحمد الرميذي، وفي المركز السابع حملولة للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثامن الوسمية للسيد سعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وفي المركز التاسع العبور للسيد جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري، وكفته مليئة بالترشيحات. ننتقل إلى المركز العاشر، وفي المركز العاشر سلهودة للسيد علي بن خليفة بن عبد الله الرميذي. هذا هو الندى للمراكز العشر الاوائل، ونرجع واياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام الى مقدمه هذا الشوط، وارى اللي في المركز الاول. المركز الأول الجليلة تغير إلى مقدمة هذا الشوط، لكن من الجانب الثاني سلهودة للسيد أحمد بن راشد بن غانم المنصوري إلى مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني الجليلة لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وفي المركز الثالث السايحة في المركز الثالث للسيد بيات بن حمد بن علي بسم المنصوري، وفي المركز الرابع نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع الجزيرة للسيد حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وفي المركز الخامس حدث للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي، وفي المركز السادس ترى البترول للسيد محمد بن سعيد بن أحمد الرميذي، لكن هملولة تتدخل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي، وفي المركز السادس ترى البترول للسيد محمد بن سعيد بن أحمد الرميذي، وفي المركز السابع الوسمية للسيد سعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وفي المركز الثامن العبور للسيد يابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري، وفي المركز التاسع سلهودة للسيد علي بن خليفة بن عبد الله الرميذي، وفي المركز العاشر سلهودة للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. هذا ثاني نداء للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، والتغيير جرى وطرى على مقدمة هذا الشوط من قبل، لكن لا زالت اللي على المقدمة سلهودة لا زالت من الجانب الثاني على مقدمة هذا الشوط للسيد أحمد بن راشد بن غانم المنصوري، وفي المركز الثاني الجليلة لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وفي المركز الرابع السايح للسيد بيات بن حمد بن علي بسم المنصوري، وفي المركز الخامس حدث للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، وفي المركز الخامس الجزيرة للسيد حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وفي المركز السادس حملولة للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي، وفي المركز السابع
المركز السابع الوسمية لسيد سعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وفي المركز الثامن البترول لسيد محمد بن سعيد بن أحمد الرميذي، وفي المركز التاسع سالهودة لسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز العاشر العابر للسيد يابر بن راشد بن محمد الخيارين، العبور للسيد يابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري. هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة. أرى التغيير على مقدمة هذا الشوط الجليلة، غيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. ها هي الجليلة لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي تغير على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني سالهودة للسيد أحمد بن رايد بن غانم المنصوري، وفي المركز الثالث حدث للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي تغير إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. هملولة قادمة للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي إلى المركز الرابع، وفي المركز الخامس الجزيرة قادمة في المركز الخامس للسيد حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وفي المركز السادس الوسمية للسيد سعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وفي المركز السابع سالهودة للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز الثامن العبور في المركز الثامن للسيد يابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري، وفي المركز التاسع عرى البترول للسيد محمد بن سعيد بن احمد الرميذي، وفي المركز العاشر زعفرانه للسيد عارف بن محمد بن سلطان الشامسي. هذه النتيجه، ونرجع الى مقدمه هذا الشوط. الصراع بين الجليله وبين حدث على مقدمه هذا الشوط، ونحن معادلين جسر العبور، وأول العابرات الجليلة على مقدمة هذا الشوط لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني حدث في المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي، وفي المركز الثالث الوسمية للسيد سعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وفي المركز الرابع الجزيرة في المركز الرابع للسيد حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وفي المركز الخامس سالهودة للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز السادس هملولة للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي، وفي المركز السابع العبور في المركز السابع في هذه اللحظات للسيد يابر بن راشد بن محمد الخيارين. يا السلام يا أبو راشد على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه. العبور بدأت تقترب من المراكز المتقدمة، وفي المركز السابع في هذه اللحظات زعفرانه للسيد عارف بن محمد بن سلطان الشامسي، وفي المركز الثامن لحظه للسيد راشد بن سعيد بن سالم الزرعي، وفي المركز التاسع من حافل السيد ناصر بن حمد بن سهيله بن عويضه الخيلي، وفي المركز العاشر هداده للسيد علي بن فهيد بن المري. هذه النتيجة، للمراكز، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، إلى حدث على مقدمة هذا الشوط. يا سلام تبى تسوي حدث في هذا المساء وفي هذه الجائزة، جائزة زايد التراثية. حدث على مقدمة هذا الشوط للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي، وفي المركز الثاني الوسمية على المركز الثاني عينها على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن حمد بن سعيد العرياني على المركز الثاني في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث سالهودة للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام على الثلاث الأوائل أيضا هنا الجليلة. على المركز الرابع لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وفي المركز الخامس زعفرانة للسيد عارف بن محمد بن سلطان
الشامسي وحدث على مقدمة هذا الشوط، والعبور غادمة أيضا، العبور وهملول الجماعة غادمين وحدث على مقدمة هذا الشوط. بدأت تتجاوز لوحة الكيلو متر الأخير بقيادة حدث للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي على مقدمة هذا الشوط، والعصاب الأبطان سلهودة قادمة إلى المركز الثاني للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي على المركز الثاني. المركز الثالث الوسمية للسيد سعيد بن حمد بن سعيد العرياني، وفي المركز الرابع زعفرانة للسيد عارف بن محمد بن سلطان الشامسي. يا سلام يا حدث على مقدمة هذا الشوط، تبت سجل حدث في هذا المساء لهالي الغربية، حدث على مقدمة هذا الشوط ومن فرده بالمركز الأول. حدث وتبت سجل حدث في هذا المساء، ها هي على مقدمة هذا الشوط للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي على مقدمة هذا الشوط ومن فرده بالمركز الأول. بدأت تقترب من المنصة الرئيسية، تقترب من خط النهاية وهي محتلة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. سلام عليكم يا أهل الغربية، واسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة. من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين، تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي على فوز حدث بالمركز الأول. المركز الثاني لحظة للسيد رايد بن سعيد بن سالم الزرعي. المركز الثالث الطاغية في المركز الثالث للسيد عبد الله بن جعفر بن مرخان الجتبي. المركز الرابع سلهودة للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس زعفرانة للسيد عارف بن محمد بن سلطان الشامسي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول حدث إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 8 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز، قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 12 دقيقة 54 ثانية بالوفاء وبالتمام. تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي، والذي وصلت في المركز الثاني لحظة 12 دقيقة 56 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد راشد بن سعيد بن سالم الزرعي، والذي وصلت في المركز الثالث الطاغية، وصلت في المركز الثالث مسافة 8 كيلومتر ما جبنا لها ندى، وصلتنا عند خط النهاية وحصلت على المركز الثالث في زمن وغدر 12 دقيقة 57 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن جعفر بن مرخان الاجتبي. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المهرجان المتميز.